ها؟ بريك ما بتطلع الثلاث. بريك خلاص بتطلع ما بقش وقت مجال. ها؟ طيب. ذكرنا كل استرشاس في الليمة والليمفانجايتس. طيب. الآن بالنسبة للبيوس أنتمن. تعمل سوبرفيشال أند ديب سيستمز. أوكي. في بلد فيوس بيرفيريتورز. في بلد تكون إيش؟ الجنكشنز. صف الأوفيمرال جنكشن، صف البوبليتيا جنكشن. أوكي. في براشز طبعاً موجودة نحفظ الموجات على صف الأوفيمرال جنكشن. زي ما حشيت في ديب سيستم اللي ماشي على ارتيريال سيستم، وفي سوبر فيشال سيستم اللي مشمل على جريس سفنس فيل والشورت سفنس فيل. ها؟ صوت؟ مر الصوت. ها؟ شو يا شباب؟ صوتكم مزعج مزعج مزعجنا؟ خلاص بده يطلع يطلع. لا شو صار فوق أنت سجل بدنا نخلص هذا. طيب السفلي في الرجكشن هذا قرص سفلس فين، هذا في مرة فين مهم جدا المنطقة هاي لأن هاي منطقة تصير جاري وفريكوز فين. أوكي ساعة السفلي في الرجكشن هذا المراكز ممكن جدا نكون حاضينه حكينا من شوي. أوكي طبعا الفين الناتل تبعه في بيرفوريتورز اوكي بين تري سوبرفيشال اند ديب سيستم وفي كمان ايش فالفز وذن ان ذا فين ذات الاو بلاد تو فلو ان وان دايركشن. اوكي بس في طبعا مع المجلس الفرزي ماشي على السفنس نيرف مهم جدا نعرفه ومع الشورت سفنس ماشي الشورت نيرف از ويل مهم جدا تكون عارفين النيرف هذول. بس لو نخلصها الحين شو قد ما نمشي فيها وبعدين كمل الجزء اللي ما كملناه مش نفر عادي مو تكون فهمانين يعني ليش اسم السبب يعني اوكي مو اذا مش فهمانين يشكوا وعادي يعني اوكي ماشي. طيب upper limb extremity عندنا الوضع عندنا subclavian vein طبعا والاكسلري vein بعدين البراكيال vein اوكي البراكيال فين بعدها السوبر فيشال سيستم اللي بيشمل السيفاليك فين والباسيليك فين. الفاريكوز فينز ار ثلاثة تورتشوز سوبر فيشال فينز بايلاترال ذا لور ريبس. اوكي ممكن يكون طبعا جريد من 1 تو 6 ذا جريد 1 عاده بيكون على شكل ارتكولار فينز تنجك تيزر سبايدر فينز. اوكي ممكن يكون اسيمتوماتيك اور سيمتوماتيك ان ذا فورم اوف ليجي كرامبس سويلينج اوكي هيفينس فأقدر سمتم جايين كمان شوي. ريسك فاكتور طبعا عند الفيميلز اكثر بريجنانت ليديز اوكي الفاميلي هيستوري برولونج ستاندينج برولونج ستاندينج جوبس ذات ريكواير برولونج ستاندينج زي ايش؟ برولونج ستاندينج حل اوكي عامل مطعم للمدرسين كلهم هذول ايش؟ ذي ار برون تو فيريكوز فين سيرجنز. طيب ممكن مركز يكون برايمري ممكن سكندري برايمري تو انه يكون عنده مشكله ان ذا وول اوف ذا فين اتسلف ذا بارز اوف ذا فين اتسلف السبرشن بيز نحكي هنا بينما السكندري يكون ديو تو ديب سيستم اوبستراكشن فمهم جدا لما نعمل دبلر نتاكد ان الديب سيستم از فاين ما فيش فيه اوبستراكشن ماشي. طبعا احنا بنجي نعمل فيزيكال اكزاميشن هذا فقط نوقفه ويكون نوقف لأنه بين أوضح الهوف الباريكوز فين ها فبوقف ما قدامك بالشكل هذا بتطلع على الباريكوز فين بالشكل هذا بتعلق عليهم الصايب تبعهم مرة جبنا حالة باريكوز فين أوسكي جبنا مرضى يعني وخلينا الشباب يحصوهم أوسكي ها بدك تعلق على الصايب الهضم هذا جاي وين على السير الكاف هو على الميديا لينك مثلا أوكي على الفيتال فوسا فور اكزامبل السايت مهم جدا انكل على اكل فلير هون هون اكل فلير اوكي بدك تعلق اذا كانوا هذول في سكن ليجنس فوقيهم في ريثيما فوقيهم مثلا في سولينج بالليج اوكي في
في انديريشن، في تندرمس، كومبرسيبل من كومبرسيبل باي هاند، مهم جدا الامور هذه. هون جاي طبعا تبكي على الكورس اللي جلس في الزيزي عشان فيها بليد الفيروس، انتيرت بليد الفيروس تطلع طالع برانشز اوف ذا جريت سفنس فيه. هون عندنا سكندري تشينجز صار عندنا، ممكن هذا سكندري تشينجز تكون في الديب سيستم او سبيشال سيستم اكثر. يعني هذا سكندري تشينجز اللي بتشمل على هايبر بيجمنتيشن، منطقه هايبر بيجمنتد، سكندري كرماتايتس، وممكن فينا صرصر. ترند امبير تيست، الترند امبير تيست هو تيست اوف ذا ريكوزفين. اوكي، هذا التيست بتضمن رابط تورنيكت على الثاي او الليج. اوكي، وايل بيشنت از supine and raising his leg. Okay. Then I allow him to stand and I check the refilling of the veins. فإذا شفنا طبعا على ال قديش راح أوربت the hemisphere and how أوربت the hemisphere and okay where from where does it fill؟ ممكن نحدد من وين الرفلكس جاي عندي. Okay. هل جاي من الجكشن من فوق؟ هل جاي من ال هل جاي من perforators؟ بس انا احكي كلام بس بسجل مثلا معالجين ب 500 مريض بالاسبوع. اوكي، بالكوزمين ما بعملش دبلر، بعمل دبلر. اوكي، بالاخر اوكي بعمل دبلر ادز اكيوريت. اوكي، بعمل دبلر بس انك تست كذلك فيزيكال اكزام تعمل برودي ثندي بير تست. اوكي، لو قلنا فيزيكال اكزام الامتحان او كذا بدك تعمل برودي ثندي بير تست وتكون عارف التكنيك تبعه. وفي تست كمان سوبر تست بير تست، هذا تحط كمان تورنيكت وتخل برضك يحرك على التبس اوف توز، يوقف تبس اوف او على بتترسل. اوكي، يوقف اب اند داون اب اند داون، هاو تشوف على الفيلينج اوف ذا سوبرفيشال سيستم. طيب الان كيف تريتمنت؟ ممكن تكون زيرو تريتمنت خاصه بالمايلد مايلد جريد. اوكي، او اسيمبتوماتيك، او مريض مثلا ايش واحد بريجنت مثلا، او مثلا واحد بيرضي نوت فيت فور سيرجري. اوكي، الاستيك ستوكينج، ليك انيفيشن، ادفايس هيم نوت تو ستاند فور لونج تايم. اوكي، ادفايس هيم تو ريز هيز ليجز وايل ات ريست ات هوم. اوكي اوكي، اكسرسايز مهم جدا كمان از ويل. اند الاستيك ستوكينج، ناشد سم دراجز لايك فليبوتيرابي دراجز لايك دافلو. سيرجري، نعمل سيرجري احنا اذا كان سيمتوماتيك فور كوزمتيك بيربزز از ويل. اوكي، او بيشن اند ريكارد سيرفيفلايتس او بليدنج. اوكي، طبعا حسب الجريد، احنا بنحكي حسب الجريد. ريتيكولار فيز، سمول فيز هذول على الوجع السكن. اوكي، هذول ار تريتد باي conservative in the clinic by techniques like sclerotherapy, okay, or ablation, or by laser cutaneous ablation or radio frequency. لكن الحالات اللي بتكون larger size grade 2 3 4 5 6 فهذول ممكن حق surgery. okay, versus ايش اللي هو endovenous laser او endovenous radio frequency. السيرجيك بروسيس اللي بنستخدمه هو الواي ريجيشن على الجنكشن اللي حكيت لك قبل شوي، نربط هناك ونسحب البين كامل هذا. اوكي، اللي هو بنسميه ستريبنج. بالاخر المرتبه نسوي رجز دول البيز شنو نعمل شوي طلعات، نفتح فوقيه من فتحه نص سنتي ونسحب البين، نسحب نسحب لينف طويل من هناك، من هذا النص سنتي نسحب لينف طويل منه. فهذا سوى مرتبه الستاب اوفرجن. اوكي، سكيور ثيرابي زي ما شايفين زي هنا، سبري شويه فينات صغار. اوكي، ويجكت اسكيور ثيرابيتيك ايجنت اند ذي ويل ديسابير. هاي بالكلينيك، نعملها بالكلينيك. هون بديل السيرجري الاندوفينوس ليزر ابليشن، بدخل انا بالجريسف نصفين، بدخل ليزر بروب اند ذيس ليزر بروب كوترايز ذا فين فروم انسايد اور انا ذا فريكونسي بروب. مهم جدا نعرف هذا السندروم تزرير، يعني بنشوف حالتين بحياتي منه بس مهم جدا نعرف. وهذا بكون عندي ديب سيستم ابسنت ابلاستيك بينما سوبرفيشال سيستم ايش؟ بريكوز عندنا. فمهم جدا هذا المرض نعمله دبلر. اذا كان عنده ديب سيستم ابلاستيك معناته هذا المرض بيعتمد كل
كل شغل على السولوشن سيستم. اوكي فبلاش اعمل السيرجري هذا البريد. اوكي فمهم جدا هاي الحاله تكون تبي احسن ما تعمل كتاثر في حياتك. ايوه كيف بيكون شكلهم؟ لب هايبرتروفي، اوكي بورت واين ستينز وفاريكوزي. شوف هنا التيبيكال بيكون هذا التيبيكال اللي هو تيبيكال ترونالي سندروم. اوكي سوبرفيشال ثرومبوفايتس اذا بكون عندي بس سوبرفيشال فيز ممكن يكون فاريكوز او نون فاريكوز بصير فيهم ثرومبوسس اوكي وانفلميشن ثرومبوفايتس انفلميشن وثرومبوسس. ماشي الان ممكن يصير انفكشن او ممكن انفكشن. انفكشن اذا كان في عندي فورم بادي زي مثلا كاري على الاقرب الخاصه اوكي او ممكن يكون اذا كان سبونتانيوس بيكون ما في انفكشن بيكون جست ايش ما في داعي للانتبايتك معناته اذا كان سبونتانيوس. اوكي بس اذا كان سكندري اوكي في الحاله هاي نيز انتبايتك عزوي. اوكي سبونتانيوس بصير مرضى غلوكوز فين المرضى العلاقة كونترسبت البرنس استروجين ثرابي بريغلانت ليدز بهجر ديزيز هايبرتيكول ستيت مو بهجر هايبرتيكول اصلا وبالجرانسي. بالجرانسي مهم جدا يعني برضه كان واحد احد المرضات اتذكر البرزنتيشن تبعها كان ريكرنت ثرومبوفلوايتس اخر شيء عندها لنج كانسر. طيب الجرانسي فرنس فين كيف بتلاقي كلينيكلي؟ بتلاقي تفحص بتلاقي اريا اوف انديوريشن المنطقه اللي تمتص اوكي بتلاقي الفين كورد لايك ستراكشر مال كومبرسيف كورد لايك تحس كورد لايك ستراكشر وألوك ذا كورس اوف ذا ارتري عشان تميز عن سلوايتس. ماشي سلوايتس لنفنجايتس هاي مثلا هون شايفين كيف شوف هاي مش سلوايتس ليش؟ لانه شوف سلوايتس في المنطقه هاي مثلا كلها هيك مثلا تكون سلوايتس بس هون شوف كيف جاي ألوك ذا كورس اوف ذا جلاس اوف راسفين شايفين كيف؟ لو حصلت ولا حطيت ايدك بحيث راح تحس الفين نفسه ثرومبوز ماشي فهاي ايش؟ سبونتينيوس ثرومبوفلوبايتس. تريتمنت طبعا تريتمنت انتي كوجيليشن هاف دوز اوف دي بي تي ليش؟ خاصه اذا كان اكسسيف مور ذان 5 سنتيمتر لينث اوكي او كان قريب من انجكشن ممكن يتحول لدي بي تي هاف دوز يعني مثلا كنا نعطي مثلا احنا فلكسان 80 باي 2 نعطي فلكسان 80 باي 1 او ريفلكسبان مثلا 20 نعطيهم 10 او كنا نعطيها هاي دوز اذا كان مع اوبيز اضافه الى نون ستيرويد انتبرتري دراجز نعطي بروفن احنا بروفن ممكن نعطي كمان لوكال كريم لكن في الكريم ها لور ريبليميشن بيد ريست اوكي ها الان ممكن تحتاج صراحه غير نحتاج نعمل فاليجيشن على الجنكشن احسن ما تحول الى إذا بترجعت. أوكي. الناس من جروبات. ديفين ثرومبوسس. ديفين ثرومبوسس. في عندنا اللي هو ريسك فاكتورز فور ديفين ثرومبوسس اللي هو ستاسس هايبركوجول ستيت وايش؟ فاسكولار انجري. هاي فيرجن ستريت يسموها فيرجن ستريت. أوكي. مهم جدا بروفوكت فيرس نون بروفوكت. شو يعني بروفوكت؟ Where is the provoked DBT? Huh? Provoked, where is the provoked? Provoked, يعني في عندي سكوز واضح. زي مثلا واحد صار عنده فراكتشر ولابس سرير فترة صار عنده DBT مثلا فرقزة. واحد عنده سيرجري، عمل سيرجري صار عنده DBT مثلا فرقزة. اوكي؟ فهون واحد نام في تحضير عنده CBA. هو السبب واضح ماشي؟ نانو بروفوكت السبب مش واضح واحد جاي على الطوارئ ما عنده شيء شيء اوكي وانه عنده ايش؟ عنده دي بي تي مثلا هذول بنخاف انهم يكونوا ديو تو هايبركوجول ستيت نانو بروفوكت ماشي؟ بنخاف يكونوا عشان هيك هذول ذلك نيد انفستيجيشن ماشي؟ الستاسس هذا بصير امتى؟ بمرضى الفينس انسفشنسي المرضى السيرجري اكسندد اير بلان ترافل لينثي اوبريشن اوكي والهارت فيلر احنا بسيرجر مهمة جدا مهم جدا بالنسبه لنا الدي بي تي ليش؟ لانه اتز ماي بي كومبليكيشن اوف سيرجري لينكثي اوبريشن مور ذان وان اور سيرجري ابدومينال سيرجري ميجر تروما سيرجري اوكي ميجر اورثوبيك سيرجري فراكتشرز في اللور ريمز
فراكتشر بيلبس اوكي كانسر سيرجن كانسر انا كانسر حبات ورس فاكتور اوكي فهذول المرضى جدا معك التعامل مع الدي بي تي بروفلاكسس انه ما يصيرش مع الدي بي تي اوكي الهايبرتروفيك سايكولاكو وصول الهيرتل هايبرتروفيك سايكولاكو اللي هو فاكتور 5 ليدر other causes of hypercubic set هو ايش deficient factor C و factor S ها طيب other causes الفيميلز اللي ماشي على الارض الكونتراسبتيف بيلز كمان الاستروجين ثيرابي كل هذول ارس ات ريسك اوف دي بي تي ماشي سيستميك لوبس اثيروماتوزس طيب الكلينيكال بيكتشر بحسب طبعا السايكل دي بي تي ممكن يكون ديستال ممكن يكون بروكسيمال اوكي ديستال يعني عندنا ديستال مثلا صار عنده فيمورال بليتيا او بروكسيمال اللي هو فيمورال اوكي بروكسيمال هي كريزا فولت او الاي بي سي طبعا زي ما متوقع انه البروكسيمال يكون عنده مور سولينج مش هيك مور سيفير سيمبتومز بينما ديستال يكون لسه سولينج لسه سيمبتومز ها يعني هذا ديستال مثلا بس في ديفرنس نحن في ديفرنس الديمتر between the two limbs ماشي هون approximate لاحظ الـ left lower limb اوكي كيف انها severely swollen طبعا لما كان approximate و severe مثل انت بتخاف هذول المرضى يشاركم ايش؟ يشاركم فليجميزيا فليجميزيا شعر فليجميزيا يصير اسكيميا فيروس اسكيميا ها؟ فيروس اسكيميا يعني فيش بلد فلو فيش بلد فلو اوتسايد فراح ايش اثر على الان فلو او بلد انترنال ارتس راح يصير عندي ايش سيفيرس سكيما وجانجرين طبعا بلش هو الجانجرين فريكميزيا سيلر دولز فريكميزيا البا دولز حسب الكلر اوف ذا ليمب ماشي بوتنشال كومبليكيشنز دي اللي هم ريكرنت دي بي تي بالمدر امبوليزم بارادكسيك امبولاي فيروس جانجرين او بوست تروماتيك سندروم اللي هو موست كومن كومبليكيشن هذا المريض بدنا نعمله دي دايما دي دايما اذا كان بوزيتيف ممكن يكون ديو تو اذر كوز اوف مش شرط دي بي تي اوكي يعني مثلا واحد تروما واحد سيرجري اوكي هذا كله ممكن يرفع دي دايما لكن اذا طلع نيجاتيف معناته فيش دي بي تي على الاغلب اوكي الان شفت دوبلر دوبلر التراساوند والكالكيشن بروفايل ماشي يعني موست ذس از مور ذان انف بعض الحالات نحتاج نعمل فينوغرافي سي تي فينوغرافي ام ار فينوغرافي اوكي كونفشنال فينوغرافي ريرلي او حالات اللي كان عندي بروكسيمال سايت بدي اشوف مثلا اي بي سي ممكن اعمل فينوغرافي يس ديفرنشال دايجنوزس ممكن يكون زي ما قلنا ممكن يكون السبيلنج غلط وتندمرس ممكن يكون دي مسكر سكريتر ممكن رابتشر اكيلس تندر ممكن رابتشر فيكر سيست فيكر سيست ماشي سوري اسفين شباب طيب تريتمنت ات از انتي كوجليشن انتي كوجليشن هذا المريض هي ويل نيد هيبرمايزيشن اند ذا سكند دي سافر فارين ليش وارفارين ذا سكند دي لان الوارفارين يسدي شيء فروم بوجري initial warfarin should be covered by this period should be covered by heparin so that it will not cause increased thrombosis طبعا هذا الكلاسيكال تيتشنج لكن حاليا تغير الوضع صرنا نستخدم لو بريكلوريت هيبرين اوكي او نيو انتي كوجولانتس فاكتور دايركت فاكتور 10 انهبيترز اورال ريفاكسيبان او ابيكسيبان اوكي الدوريشن اوف تريتمنت طبعا احنا 3 to 6 months اوكي اذا كان مايلد مثلا ديستن اوكي بروفوكت وعلى 3 months صورت ولقيت انه الثرومبس رايحه اوكي والمريض رجع نورمال ممكن توقف العلاج بس لقيت الثرومبس موجوده ولسه عنده سيمبتومز اوكي او كان بروكسيمال بدك تستمر 6 أشهر ممكن تستمر لايف لونج بحالات الريكرنت دي بي تي بحالات الهايبركوجول ستيت بحالات اللي كان في عنده بلوري امبوليزم ماشي الان زي ما قلت لكم شيء في البروكسيمال دي بي تي اللي كان صار وصل في الليجمنت يا ولا سيرجان جرين
هذا هو النيد بكل شيء انتجوجيشن ممكن يحتاج ثرومبولايسس هذا المريض اوكي او نيو ميثودز كمان في صار عمل سكشن انجوجين سكشن اوف ذا ثرومبوس اسبيريشن ثرومبكتومي ماشي اي بي سي فلتر الاي بي سي فلتر هو عباره عن فلتر يضع بالاي بي سي تو بريفنت لور من ثرومبوسس تو جو امبولاي تو ذا ايش تو ذا لانجز لكن بحالات ايش اذا كان ما يقدرش يستخدم انتيكوجيشن زي واحد مثلا تروما عنده بليدنج هذا تروما عنده بليدنج انت كان هيموريج وعنده صار عنده ديفيتيف ما بيقدر يستخدم انتيكوجيشن وعنده جاي بليدنج اوكي فهذول المرضى ذا انديكيشن فور اي بي سي فلتر مش اي اي بي سي فلتر بحط اي بي سي فلتر لانه له كومبليكيشنز اسود ماشي او واحد مثلا ما حباش على انتيكوجيشن اموره تمام والانتيكوجيشن اسود ثرابيتيك لكن صار له دي بي تي ان سبايت اوف انه او في سبايك اوف هيز اون ثرابيتيك دوز مش هذا اي بي سي فلتر طبعا صار مع معظم حاليا رفايد انه هو الشارع الشارع شايف شايفين ولا بالهوك هذا ليتر اون بعد 6 مانس بنشيله فشل في كنت حكيناها قبل شوي في 6 مانس طبعا المهم جدا انك بروفوكت انك تعمل له على نهايه التريتمنت تشوف كوز انه لا بيقول السياق ولا لا بتفحص فور تفحص فور فاكتور 5 بيدل بروتين سي بروتين اس وانت تفر بي 3 دي تشانسي اوكي ده تبع سوال فرصة سلوكو بزيار في مطلس عندك في جيرز أزوال أنت مسؤول أنت مسؤول من سندروم طيب Prevention مهم جدا Prevention طبعا لأنه خاصة بالجراحة إحنا زي ما حكينا لكم Prevention ممكن تعطي أنت Prophylactic Dose أو Anticoagulation Prophylactic Dose أوكي Prophylactic Dose الإفلكسيا Prophylactic Dose 80 by 2 بينما Prophylactic Dose 40 by 1 مثلا أوكي for example أو بروفلاكتيك دوز أو أورال دايركت فاكتور 10 إنهيبيتورز فور إكزامبل الأدشن 2 الكالتشيشن تو إيرلي موبيلايزيشن أند ويرينج أوف إلاستيك ستوكينج أوكي هو طبعا الريسك فاكتورز كل ما زاد الريسك فاكتورز كل ما احتاج كل ما احتاج مور ذان ون ميثود أوف بروفلاكسيس في كمان البروفلاكسس ديورنج سيرجري خاصة ورد كل جديد سيرجري نحتاج كمان لازم نجن نيموتيك كومبرشن ديفايسز نيموتيك كومبرشن انترميتنت نيموتيك كومبرشن ديفايسز أسود ماشي طيب خلاص هو بكفي نكمل قلش عندنا بس ال هون بكفي الأفرد دي بي تي والإيش و تروما ها تروما تروما ثايرويد ثايرويد ضمن الحرارة حتى الحرارة فالكونك في السيشن سوى من الجديد نكمل المادة السيشن الجاي حدا عنده أي استفسار؟ سلام حدا ما وقع